في هذه الفقرة راح نتكلم عن المواد. المواد عندنا تنقسم إلى قسمين، في عندنا مواد طبية ومواد إلزامية. المواد الإلزامية زي الدراسات الإسلامية والعربية اللي إجباري طبعا على كل التخصصات في الجامعة، كل الكليات تلقون عندهم هذه المواد. المواد الطبية تنقسم قسمين، في عندنا مواد متعلقة بالبلوك، مواد على مدار السنة، طبعا لأن نظامنا إحنا سنوي مو أترام. المواد المتعلقة بالبلوك زي مثلا الأناتومي، أوكي، علم التشريح، هذا متعلق بالبلوك. في عندنا مواد على مدار السنة زي مثلا المهارات الكلينيكية والمهارات المهنية، أو زي مثلا الكوميونتي أو طب المجتمع. طيب، هذه التقسيم المواد. راح الحين أذكر لكم المواد كلها وش معناها والتعريف عن كل مادة. في عندنا مثلا الاناتومي، طبعا كل الناس عارفينه، واول ما تدخل راح كل الناس يقولون لك شفت جثث وما شفت جثث، اللي هو علم التشريح الاناتومي. طبعا الاناتومي يختص بدراسة اي شيء بالجسم، مثلا العضو اسمه، مثلا اليد فيه كل عظمة فيها وش اسمه، والمسلز وش اسماء المسلز في الجسم. هذا من ناحية الاناتومي. المادة الثانية اللي هي الهيستولوجيا وعلم الأنسجة. علم الأنسجة من اسمه يختص بدراسة الأنسجة والخلايا بالجسم. مثلا إذا تذكرون على أيام الثانوي النسيج الطلائي الطبقي البسيط والمكعب، هذه ناخذ سود ستراتيفايد كولومنر كذا، ومثلا تاخذ كل خلية في مكان في الجسم وتدرس العضيات اللي جوا الخلية وخصائص الخلية هذه، مثلا إفرازية أكثر ولا والشغلة بالضبط. هذا الهيستولوجي. في عندنا بعد كذا المادة الفسيولوجي أو علم وظائف الأعضاء. طبعا سبحان الله، جسمك لما يكون مثلا ناقص شيء، في إشارات مثلا تروح للمخ أو تروح تقول إن إحنا محتاجين الشيء هذا، مثلا كثر إفراز، أو لا هذا شيء كثير في الجسم موقف. هذه كلها يعني ميكانيزمات تصير بالجسم عشان تسيطر على وظائفه. علم الفسيولوجي يشرح الشيء هذا. في عندنا الميكروبيولوجي، ومن الاسم اللي هو علم الأحياء الدقيقة، راح تدرسون مثلا البكتيريا، الفيروسات، وفي عندكم الفطريات أو الفنجاي، وعندنا الباراسايت أو شو اسمه الباراسايت؟ الطفيليات. البايوكيمستري وهو علم الكيمياء الحيوية، يهتم بدراسة المركبات مثلا البروتينية بالجسم، تركيب الجسم إلى حد شو اسمه الجزيئات، البروتين مثلا والدهون وكذا، والاشياء هذه شلون تتركب. وغير كذا مثلا يهتم بدراسة شلون يتحول المركب من كذا الى كذا، وكيف تحويله، الانزيمات اللي تحوله. في عندنا علم الباثولوجي، علم الامراض، من اسمه يهتم بدراسة الامراض. طبعا في شيء حلو بيعجبكم اللي هو شو اسمه التيومرز او الكانسرز، راح يعجبكم. فيه مادة الفارماكولوجي، المادة البغيضة بالنسبة لي، علم الأدوية. تدرسون مثلا الأدوية المختلفة وشلون بالضبط تأثر على الجسم، وأشياء كثير، يعني أي شيء عن خصائص الدواء تحتاج تعرفه تدرسه. غير كذا عندنا الحين فيه كورسات اللي تكون على مدار السنة خارج عن اختبار البلوك، منفصلة يعني، زي إيش؟ health and illness in the community، اللي هي الصحة والمرض في المجتمع، مادة الكوميونيتي أو الـ HIC. المادة هذه زي اسمها دراسة تاريخ المرض ومدى تأثيره، أكثر من أنها تكون دراسة طبية. ما أدري شلون، هي إحصائيات زي ما تقولون. في عندنا الـ clinical skills، هذه المهارات الكلينيكية والمهنية، هذه برضو منفصلة عن البلوكات، اختبار يعني مدير واندوفير. بس ميزتها انه مع كل البلوك يدور حول موضوع معين، تكون المهارة حول الموضوع هذا، يعني الكلية دمجتها بشكل حلو. غير كذا عندنا العرب والسلام اللي كل كلية ياخذونهم، راح تاخذون في السنة الأولى 2 سلام و1 عرب، وهذا كله من ناحية المواد. أتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بهذا المقطع أو بهذه الفقرة. إذا في أي استفسار أي سؤال، إحنا نرحب فيه. في أرقامنا، أرقام جوالاتنا واضحة الآن أمامكم، في إيميلاتنا، وحياكم الله بأي وقت. في أي نقطة ما فهمتها
اي سؤال، ترى شباب احنا، حياكم الله. واللي حاب يتفرج على اي فقرة اخرى او اي نقطة اخرى، كل المقاطع ليها لينكات خاصة موجودة تحت في الديسكريبشن، وحياك الله في اي وقت، بالتوفيق شباب.